كل عام وكل الأمة الإسلامية بخير وسلام. ليلة الإسراء والمعراج النهاردة بإذن الله، كل عام وحضراتكم بخير. وهي يعني مناسبة اتعودنا إن احنا نحييها هنا في مصر، يعني اتعودنا بأهمية الليلة دي، وتعودنا إن احنا يعني نفتكرها ونفكر بعض بيها، وهو شيء عظيم نجله ونحترمه، وحدث جلل ذكر في القرآن الكريم. ويعني في آية سورة قرآنية باسم الإسراء في القرآن الكريم، إذن هو موضوع كبير ومهم ولازم يعني نفرده ونتحدث عنه. وإحنا مع فضيلة الشيخ أشرف الفيل ونتحدث عن الأوامر الإلهية اللي جاءت للمسلمين وجاءت لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، كان لازم نتطرق للأوامر. هل في أوامر جت في ليلة الإسراء والمعراج؟ يعني هل ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بشيء، ولا النبي نفذ أمر الله؟ يعني ما يقولك حاجة حصل يقولك ده أمر الله. طب أمر الله حاجة وأوامر الله حاجة تانية؟ خلينا نسأل فضيلة الشيخ أشرف الفيل. إزاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، الحقيقة في سورة الإسراء الأول في حادثة الإسراء والمعراج، إحنا محتاجين في كل سنة بنذكر أبنائنا بهذه الحادثة العظيمة عشان خاطر ما تروحش من دماغهم وتبقى فاهمين القصة دي فهما دقيقا وكويس. الحاجة التانية إن في سورة الإسراء لم يأتي أمر مباشر من النبي من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له أسري، زي ما قال لسيدنا لوط فأسري بأهلك، جاله الأمر كده، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. شوف أوامر مباشرة لسيدنا لوط، قال له أنت هتعمل كده، بص فأسري بأهلك، اتحرك بأهلك بالليل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما جالوش أمر، ما قالوش يا محمد أسري من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يا محمد أعرج إلى السماء بكذا وكذا، ما جالوش الأمر. لأن لو جه الأمر بهذه الصورة يبقى ده أمر غير منطقي. والاصل ان ربنا لما بيدي امر الانسان بيديله امر منطقي في 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 منطوق تكليفه، لا يكلف يعني مقدور الله تكليفه الا وسعها. نعم مظبوط. يعني فهو التكليف جاي بمقدره الانسان، مقدره الانسان. اي امر في القران ربنا بيصدره للبشر او للنبي عليه الصلاه والسلام او للانبياء او للكفار حتى او للمشركين كلها آيات في مقدورهم، أوامر في مقدورهم، ما بيديكش حاجة فوق المقدور، لأن مش هيديك حاجة فوق طاقتك. فلو قال النبي امشي بالليل في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللي هم بيقطعوها في شهر بالجمال، امشيها في جزء في مش الليل في جزء من الليل، هيبقى ده كلام مش طبيعي. لكن القرآن حكاها كقصة على طريقة الحكاية، وهو أمر من الله سبحانه وتعالى، حكاها على طريقة الحكاية بهذه الصورة. فبدأ الصورة ده بقوله سبحان، أي مجد نفسه سبحانه وتعالى بأن هذا الفعل الذي حدث لا يمكن أن يكون إلا بتدخل بشر. ولما قال ما قالش سبحان الذي سرى بعبده، لا قال أسرى بعبده. والتعبير هنا بالهمزة لما قال له أسرى عشان خاطر يفهمنا حاجة. أنا دلوقتي لو جيت قلتلك أني مثلا في طفل رضيع، ست ولدت، والطفل الرضيع ده أنا شفت طفل رضيع راكب الأسانسير ووصل للدور العاشر واقف في البلكونة، كل الكلام ده لو اتقال على ان الطفل الرضيع هو اللي بيعمل كده مش هنصدقه. لكن لو انا قلت مثلا ان والده خده او امه شالته وطلعت بيه الاسانسير وطلعت وقفت بيه في البلكونه، عادي، ده امر بقى طبيعي. صحيح. عادي. صحيح. فده نفس الكلام، سبحان الذي اسرى، يبقى كده خلاص المقدور البشري او القدره البشريه انتزعت تماما في هذه القضية. ولا يمكن أن ينسب هذا الفعل إلى بشر ولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا إلى النبي هو اللي سرى ولا كذا، لا، هو أسري به صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء لما يختلفوا في مسألة الإسراء والمعراج ويقول لك هل كان الإسراء بالجسد والروح معا أم كان بالروح فقط أم كان يقظة أم كان مناما أم كان، كل هذه الخلافات اتقالت زمان واتدرست جامد قوي ولا زالت حتى وقت يوم الناس هذا. لكن كل الكلام ده جاوبت عنه الهمزة اللي دخلت على الفعل اللي هي أسرى، دخلت عنه الهمزة دي جاوبت على كل ده. قالوا انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا ده ربنا اللي بيقول انا اللي عامل كذا. صحيح. والله عز وجل هو الذي خلق الزمان. والله سبحانه وتعالى من خصائصه سبحانه وتعالى ومن قدراته ومقدرته انه يملك الاشياء ويملك ما تملكه الاشياء. ومثال ذلك ربنا يملك المية
ويملك الري اللي المية بتملكه. المية بتملك الري، فانت لو شربتي خلاص ارتويتي، عطشانة شربتي ارتويتي. ارتويتي دي غير شربتي، شربتي دي حاجة وارتويت دي حاجة تانية. دول حاجتين مش حاجة واحدة. انت شربت المية خلاص مفيش مشاكل، ممكن ما ترتويش، افضل عطشانة برضه، وريقي ناشف ومهما اشرب مهما تشربي. يبقى في شرب وفي ري، في اكل وفي شبع، في حاجتين، احنا بنعمل حاجتين في ان واحد. انت بتشربي المية، والمية دي بتملك حاجة، بتملك الري وبتاكلي، والاكل يملك حاجة، يملك الشبع. والا فالله يملك الطعام ويملك الشراب ويملك ما يملكه الطعام والشراب من الري والشبع. يعني ربنا بيملك الاثنين زي الدواء زي الشفاء بالظبط، نفس القصه. صحيح. طيب هنا بقى الله عز وجل ممكن يخليكي انت تاخدي الري الماء، بس يفقد الماء الري لانه هو الذي يملكه. طبعا عشان كده قال في ايه في ختام سوره ياسين، قال فسبحان الذي، زي سبحان الذي اسرى، قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. فالله خلق الزمان، فالله قادر على ان يوقف الزمان. صح. تقول الزمان وقف هنا في الحته دي خلاص، في الربع ساعه نص ساعه، العالم كل الناس اموات او كل الناس نيام عادي، نام مفيش مشكله، لكن الوقت ثابت. وياخد النبي عليه الصلاه والسلام ويحركه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وياخده المسجد الاقصى يطلع في السماء ويقابل كل الانبياء ويتكلم مع كل واحد بمنتهى الهدوء. سبحان الذي بيده ملكوت، مش ملك كل شيء، فرق. في سوره الملك قال تبارك الذي بيده الملك، بس دي عشان بيده، بيده الملك. في ياسين بقى اللي هي قلب القران قال لهم لا، فسبحان الذي بيده ملكوت بقى، ده حاجة تانية غير الملك. ده هو مش بص، احنا كلنا بنملك زي ما ربنا بيملك، احنا بنملك برضو، احنا بنملك عندنا اراضي، عندنا كذا نملك، لكن نحن نملك الاشياء لكن لا نملك ما تملكه الاشياء. انا لو عندي نخلة ما اقدرش اتحكم ان هي تحيا ولا تموت، وما اقدرش اتحكم ان هي تجيب لي تمر ولا ما تجيبليش، يعني صح ولا لا؟ فانت انا املك مثلا بقرة لكن لا املك ما تملكه البقره، لا اقدر اخليها تجيب لبن، ولا اقدر كذا، ولا اقدر اخليها تولد، ولا اقدر، ما اقدرش اعمل حاجه. انت تملكها، هي ملكك وبتاعتك، تبيعها وتشتريها. انما ربنا معاه الملكوت. الملكوت حتى عربيتك اللي انت بتملكها، انت تملكها ومعاك رخصتها ومعاك كل حاجه وبتاعتك وانت راكبها وبتاع، لكن الله يملكه ملكوت ممكن تدور ما تدورش، تعمل بقى اللي نفسك فيه. ممكن كل ده ممكن يحصل، تتقلب او ما يعني تحيا وهي مقلوبة. أيوة. أو تموت وهي مقلوبة بالظبط. ولا وهي ممكن توصلك وممكن ما توصلكش. يعني انت جايبها بغرض انها توصلك في وقت موجز معين، ما توصلكش في وقت موجز معين. إذن هنا الله يملك الأشياء ويملك ما تملكه الأشياء. صحيح. فلما يقول سبحان الذي أسرى، مش محتاج نقعد نتناقش بقى يا ترى راح بالروح، راح بالجسد. صحيح. راح مش عارف بالمنام. ما هو لو كان، شوفي لو كان، وليه نمررها على المنطق البشري؟ ليه؟ هو لو مررناها على المنطق البشري وقلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام شاف الكلام ده في الحلم في الرؤيا، طب ما لو كان شافها في الرؤيا ما كانش قريش كذبوه بقى وقالوا له ايه اللي انت عملته؟ ما كانش سيدنا ابو بكر ما احنا بنشوف نفسنا بنطير مثلا، مش مهم، وسافرت ورجعت وعملت عمره وجيتي في ليله، هل ده كله معناه ان فما كانش سيدنا ابو بكر وصم بالصديق لانه صدق النبي عليه الصلاه والسلام، قال لهم ده انا بصدقه في كل شيء، في خبر السماء وخبر الارض، كل حاجه انا بصدقه. وعشان كده سمي بالصديق. ما كانتش قريش احترضت وعملوا مشاكل، ما كانش في ناس ارتدت عن الاسلام وخرجت منه بسبب القصه دي. لو هو بيقول لهم انا شفت حلم عادي، طب ما عادي، ايه اللي يخلي الناس دي كلها تيجي عليك كده؟ صحيح. انما عشان قال لهم لا، ده راح بجسده وبروحه وعرج به الى السماء. والحقيقه الميزه في مساله الاسراء نفسها ان النبي صلى الله عليه وسلم اسري به بالليل، احنا بناخدها حتى في حياتنا العمليه، اي سفر بالليل الله يطوي الارض طيا لكل مسافر بليل. فانت لما تسافري المسافه من هنا لغايه اسكندريه مثال، من القاهره لاسكندريه بالليل، بينقطع الوقت اقل بكثير من سفرك بالنهار، فالله يطوي الارض طيا بالليل. فالسرى بالليل او الاسراء بالليل او المشي بالليل يختلف عن المشي بالنهار، دي حاجة ودي حاجة عشان برضو ناخد بالنا منها. الحاجة التانية ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اتحرك من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، والمسجد الاقصى برضو مش هو اللي احنا بنشوفه في الاعلام، القبة الصفراء والكلام، لا ده دي قبة الصخرة اللي هي مرتفعة ما فيش حاجة شايلاها والناس بتصلي تحت منها، لكن المسجد الاقصى ده في حتة تانية قصاد منها، في حتة تانية في مسافة حوالي 200 متر ما بين قبة الصخرة. قبة الصخرة دي جنب منها ب 20 متر كده المكان الذي عرج منه النبي عليه الصلاة والسلام.